many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local red. مرحبا شباب، شلونكم؟ شازين معكم على قناة زرقان. طبعا شباب، هذا المقطع راح نطلع تسريبات السيزون 13. وسيزون 13 مو رويال باس، وانما صناديق السيزون، يعني بسيزون 13 صندوق كلاسيكي، عجلة حظ، منهن شدقن المجرة، وكل شيء سنطلع لكم اشياء يطورن وكلش حلوات. وخلينا نبدأ. وقبل ذكرت قبل ايدي المقطع تضغطوا لايك واشتركوا القناة. ذاك المقطع نسيت ما قلت لكم، ما حد حط بهذا المقطع، كلكم حطوا. يلا اول شغلة ويانا هاي المظلة الحلوة، وبعدها ورانا شغلات خرافية، شغلات عبارة عن الكون. خوذة حلوة اللي بالثلاثة، اللي بالواحد واثنين ما عجبني. مهم، وعدنا بعض شغلات أحلى وأحلى وأحلى، ومنهن والجنطة هم حلوات، ما عجبتني بالواحد بس اثنين وثلاثة. وانتم قلونا شنو عجبكم بالتعليقات. ومثل ما قاعد تشوفون هاي لما 24 قاعد تتطور، ليفل واحد ليفل ثلاثة او ليفل الخمسة ليفل سبعة. مهم، شدقن ما يتطور بس حلو، الماس او فضاء بس فكرته حلو. مهم، وعدنا بعد شخصية جديدة اغلبكم عرف بيها واللي هي اندي. هاي اندي، مهم شوفوا، وراح اشوفكم ويا رقصات الشخصية. بعد ما رويناكم رخصات شخصية اندي، هاي خريطة الصحراء رويناكم اياها، هاي سيارة جديدة، هذا اللوب الجديد، وعندنا بعض الاماكن. شوفوا هذا المقطع لميرا مارد. وهاي الماكينة تعطيك بين كيلر او بيبسي، فكرة حلوة وجديدة. مهم، هذا سكوب اغلبكم عربي، الوين صار بي سكوب. هاي تي دي ام جديد مثل ما قلنا لكم، سلاح جديد، ساحة جديدة، وتدريب جديد، يعني شغلات جديدة وحلو. هاي بوجو موبايل اعلانهم. طبعا شباب وصلنا لهذا المقطع، ما عجبكم لا تنسون تضغطون زر اللايك وشكرا، مع السلامة، باي باي.